بعد أن غير ثقافة الاستطراد وأرغمنا على مدى سنوات على التعبير عن أفكارنا في 140 حرفاً، تويتر يعود اليوم ليغير واحدة من أهم خصائصه، عدد الحروف في التغريدة الواحدة. فاليوم بدأت تويتر بتطبيق قرارها الجديد الذي تم الإعلان عنه في سبتمبر الماضي، وهو كتابة 280 حرفا ضمن التغريدة الواحدة. تويتر أعلنت أن ذلك سيسمح بوجود مساحة أكبر للتعبير، وسيساعد الناس على قضاء وقت أقل في كتابة التغريدات ومحاولة اختصارها وحصرها في 140 حرفا. وكشفت تويتر بحسب فترتها التجريبية أن الناس غردت أكثر مع زيادة عدد الحروف، وأن أصحاب التغريدات الأطول حصلوا على المزيد من الإعجاب وإعادة التغريد والمزيد من المتابعين. جاك دورسي مؤسس تويتر قرر الإعلان عن الميزة الجديدة بطريقتها الخاصة، حيث كتب تغريدة تضمنت عملية حسابية 140 زائد 140 ليلتقط متابعوه سريعا القصد من هذه العملية الحسابية. أما المغرد الأبرز في العالم فسارع لاستخدام الميزة الجديدة والحروف الإضافية، فغرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدته الأولى بعد زيادة عدد حروف التغريدة إلى 280 حرفا عن خطته خلال زيارة الحالية لكوريا الجنوبية. الرئيس لم يصل للحد الأدنى من الحروف، حيث كتب تغريدة عدد حروفها 217 قال فيها: استعد لإلقاء خطاب كبير أمام الجمعية الوطنية هنا في كوريا الجنوبية، ثم أتوجه إلى الصين وأتطلع كثيرا إلى لقاء مع الرئيس الصيني الذي انتهى لتوه من انتصاره السياسي العظيم. ومنذ إطلاق تويتر والناس اعتادوا على 140 حرفا التي يوفرها، أتاح لهم تويتر تحديا في إعادة صياغة فكرتهم في كلمات أقل. ورغم مطالبات البعض بزيادة عدد الحروف المسموح بها، إلا أن الشركة حافظت على هويتها قبل أن تتم الزيادة، ليعتبر البعض هذه الزيادة ستجعل من تويتر فيسبوك آخر. وهو سؤال حلقة اليوم: هل تتوقع أن يصبح تويتر أكثر شبها بفيسبوك بعد أن رفع حروف التغريدة من 140 إلى 200 و80. النتائج جاءت كالتالي: 55% اعتبروا أن تويتر سيصبح بزيادة عدد الحروف شبيها بفيسبوك، أما 45% فلم يروا ذلك، يعني النسبة متقاربة. التصويت ما زال مستمر، ويمكنكم المشاركة فيه عبر حساب البرنامج على تويتر الظاهر الآن على الشاشة. وهذه وقفة مع تغريدات حول زيادة حروف تويتر. تفاصيل أكثر عن اتجاه تويتر ل280 حرفا، أرحب في الاستوديو بمدير الشركات الإعلامية في شركة تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كندا إبراهيم. أهلا فيك معنا يا كندا. هاي سارة، ليش قررتوا تعملوا هذه الخطوة؟ طبعا نحن بتويتر دائما عم نبحث عن الأساليب اللي تخلي المستخدم يستخدم تويتر بطريقة أسهل. فبشهر سبتمبر مثل ما تفضلتي قلتي، أجرينا اختبار لعدد معين من المستخدمين، زادت عدد حروف التغريدة من 140 ل 280، ولاحظنا خلال هالست أسابيع عملنا أكثر كوليكشن للداتا لنشوف كيف كان الرياكشن وكيف كان تدرس التجربة تماما. فلاحظنا احنا قبل ما نجري هذا الاختبار انه 9% من التغريدات باللغة الإنجليزية و 5.4% من التغريدات باللغة العربية توصل إلى الحد الأقصى 140 درجة، مما يعني إنه هذ المستخدمين عم يواجهوا صعوبة يمسحوا عشان يغيروا يقضوا وقت أكثر ليعدلوا التغريدة لتوصل ل 140 درجة. فقمنا بهذا الاختبار لنشوف لفئة معينة المستخدمين، لنشوف تمرين فكري جيد، يعني إنه إيش الكلمات اللي تشيليها. بس إيه، كان في كمان شعور إنه يحد عدد المستخدمين على التعبير عن نفسهم بالطريقة الأسهل بالنسبة لهم. فبعد هذا الاختبار لاحظنا أنه بس 1% من المستخدمين اللي كان عليهم الاختبار وصل ل 280 حرف بالتغريدة،
باللغه الانجليزيه، وباللغه العربيه كان 0.7% بس من المستخدمين وصل للدرجه. يعني الناس ما استغلوها لل يعني الناس استغلوا وكان الرياكشن تبعهم كثير بوزيتيف. العالم اللي كانوا تحت الاختبار انه قدروا يعني يغردوا بشكل اكثر، لقوا تفاعل على تغريداتهم بشكل اكبر، لقوا سهوله بالتغريدات بشكل اكبر. صحيح اول فتره لقينا زياده من التغريدات اللي وصلت ل 280 حرف، لانه في كان عالم بس عم تحاول تكون مبتكره اكثر، ممكن أيوة. ممكن توصل ل 280 حرف. لقينا عالم عملت حرف على كل سطر لاي طريقه مبتكره لتوصل ل 280، بس بعد فتره لقينا رجعوا للتصرف الطبيعي اللي هي التغريده المختصره بشكل عام. انا قلت لك انا عملتها مره واحده في الفتره التجريبيه وبعدين ما رجعت عملتها، حسيت انه هو 140 حرف. طيب الناس بتقول انكم انتم الان بتتحولوا الى فيسبوك اخر، اكيد سمعتوا هذا الكلام، يعني اليوم حتى كان من ضمن الكلمات الاكثر تداولا على تويتر كان اسم فيسبوك. سو اللي فيني اقول لك اياه انه اول شيء خلينا نفرق انه بين تويتر وغير المنصات، الفرق مو بس عدد الاحرف او الفرق هو السرعه والايجاز. اذا يعني من 140 حرف او 280 حرف، السرعه والايجاز هي اول فرق بعدد الاحرف. الفرق الثاني هي الاوبن بلاتفورم. تويتر هي منصه مفتوحه وفي يتم التواصل فيها بشكل اوبن عكس المنصات الاخرى. وايضا على موضوع عدد الاحرف، لقينا انه بعد هالاختبار بمده ست اسابيع لقينا انه بس 5% من المستخدمين غردوا لاكثر باكثر من 140 حرف، و2% من المستخدمين غردوا لاكثر من 190 حرف. بما معناه انه شكل التايم لاين او الجدول الزمني ما تغير، لانه 190 حرف كتغريده هي يعني كنصيه هي ايكويفالنت لتغريده 140 حرف زائد صوره، مساويه يعني لتغريده 140 مع صوره، او تغريده مع استطلاع بول، او تغريده مع اعاده اقتباس تغريده او اعاده تغريد. هل في تغييرات ثانيه حتهزونا فيها بالفتره الطويله؟ والله احنا عم يعني مثل ما قلت لك عم نحاول دائما ان نشوف الطرق الاحسن للمستخدم ليكون يعبر عن نفسه بطريقه اسهل وبطريقه اكثر ويستخدم تويتر بشكل اكثر. فيعني اكيد لحن بعض اللغات ما تغير عندها بعض الوضع. اللغات ما تغير هي اللغه الصينيه واليابانيه والكوريه. عملنا ريسيرش او ابحاث واكدت هي الابحاث انه ما في بداعي انه زياده عدد الاحرف لهي اللغات. اي طريقه الكتابه يمكن كانت عندهم مختلفه، خايفين من انه يقل عدد مثلا الكتابه في تويتر؟ لا، بس مثل ما قلت لك الريسيرش اللي عملناه قبل، البحث اللي عملناه قبل، لقينا 9% بالانجليزي و5.4% بالعربي عم يوصلوا لحد الاقصى. ما كان هذا الموضوع موجود بالنسبه للغات الصيني والياباني او الكورية. نحن بنشكرك جدا على وجودك معنا وبانتظار دائما وجودك معنا وجديد تويتر. كانت معنا كندا ابراهيم المدير في شركه تويتر لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا. شكرا ساره.